الكشف عن الأحزاب المشاركة في انتخابات البرلمان النمساوي. وزيرة الاندماج تريد تأجيل منح المساعدات الاجتماعية لخمس سنوات. تسجيل عجز كبير في الميزانية في النصف الأول من العام 2024. فصل شخصان في الصليب الأحمر بعد اعتدائهم على زميلة لهم. واعتقال أفغاني في برلين متهم بقتل زوجته في فيينا. وأخيراً النمسا تسجل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة في شهر يوليو. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل الأخبار، أعلنت السلطات النمساوية الجمعة عن قائمة الأحزاب التي ستخوض انتخابات المجلس الوطني في 2024 مع انتهاء موعد تقديم الترشيحات بحلول الساعة الخامسة. وشملت الأحزاب المؤكدة حزب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرية وحزب الخضر وحزب النيوز، بالإضافة إلى حزب الشيوعيين النمساويين وحزب البير. وتحتاج الأحزاب البرلمانية إلى توقيعات 3 نواب، بينما تتطلب الأحزاب الأخرى جمع ما بين 100 و500 توقيع من كل ولاية بحد أدنى إجمالي قدره 2600 توقيع، حيث نجح حزب كابي وحزب البير في جمع التوقيعات اللازمة. اقترحت وزيرة الاندماج في النمسا سوزانا راب إجراءين رئيسيين لتحسين نظام المساعدات الاجتماعية في فيينا، وذلك بعد الجدل الحاصل. والاقتراح الأول تطبيق فترة انتظار مدتها 5 سنوات للمهاجرين قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المساعدات الاجتماعية الكاملة لضمان اندماجهم في سوق العمل، والثاني تعديل سياسة الدعم لتقليل جذب الهجرة غير المشروعة وضمان العدالة للمقيمين الذين يساهمون في المجتمع. وأكدت راب أن الهدف هو خلق نظام اجتماعي أكثر عدالة واستدامة يعزز الاندماج ويقلل التوتر في المجتمع. أظهرت البيانات المالية للنمسا في النصف الأول من العام الجاري عجزا كبيرا بلغ 13.76 مليار يورو مقارنة ب 6.39 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لوزارة المالية، فإن العجز ناتج عن ارتفاع النفقات الحكومية إلى 59.7 مليار يورو بزيادة قدرها 14.3%، خاصة في مجالات التقاعد والطاقة المتجددة والمشاريع المستقبلية. وانتقد حزب النيوز الحكومة بسبب العجز مطالبا بإصلاحات جذرية، بينما وصف حزب اس بي الوضع كارثة ميزانية، محذرين من تداعيات محتملة على الأوضاع الاجتماعية. من جهة أخرى، دافع حزب الخضر عن الحكومة مشيرا إلى التحديات العالمية كأسباب لزيادة النفقات. فصلت منظمة الصليب الأحمر في شتايرمارك موظفين 2 بشكل فوري بعد التحقيق في مزاعم اغتصاب ضد زميلة شابة. ووقع الاعتداء خلال احتفال داخلي الأسبوع الماضي، والتحقيقات ما زالت جارية، حيث تستمر الشرطة في استجواب الضحية والمشتبه بهم. وأعربت المنظمة عن صدمتها العميقة وأكدت أنه لا مكان للعنف من أي نوع داخل صفوفها، كما أكدت أنها قامت بفصل الموظفين المتهمين خلال 24 ساعة من تلقي الشكوى ووفرت دعما خاصا للضحية. اعتقلت الشرطة الألمانية مشتبها به في قضية مقتل امرأة أفغانية شابة في فيينا وفقا لبيان من الشرطة النمساوية. وكان الزوج مطلوبا منذ العثور على القتيلة صباح الخميس، وتم اعتقاله مساء اليوم نفسه في مطار برلين. وبدأت التحقيقات بالجريمة، حيث كان الزوج هو المشتبه به الرئيسي، وكان أقارب الضحية هم من أبلغوا عن شجار بين الزوجين، حيث فقدوا الاتصال بها وعثر على الجثة داخل شقتها بعد كسر الباب. وأظهر تشريح الجثة
وجود طعنات في الصدر والرقبة، وتم اتخاذ إجراءات البحث الدولية للقبض على المشتبه به، وينتظر الآن تسليمه إلى النمسا. سجلت النمسا درجات حرارة قياسية في يوليو، حيث كان الشهر الأكثر حرارة في تاريخ جنوب شرق البلاد والثالث على مستوى النمسا منذ بدء القياسات قبل 257 عام. ووفق الهيئة الأرصاد الجوية، كان يوليو الماضي الأكثر سخونة بمتوسط زيادة قدرها درجتين نتيجة نشاط الضغط المنخفض في غرب وشمال غرب أوروبا، مما تسبب في حرارة شديدة وعواصف رعدية قوية في منطقة جبال الألب. وأشار كريستوف ماتيلا خبير الأرصاد إلى أن مدينة كلاجنفورد شهدت أطول موجة حر منذ عام 1950، حيث استمرت 11 يوما متتاليا، وسجلت بورغلاند حرارة بلغت 36.3 درجة مئوية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.